يقول: لو سئل أحدهم هل تفعل هذا الفعل فأجاب بلا وفي قلبه قال نعم لم يكذب، الجواب بلى بلى، هذا كذب، هذا كذب. لكن الذي ذكرناه من التعريض أنه إذا قيل للشخص مثلا هل أكلت، والشخص يتكلم في وقت الغداء مثلا فيقول نعم أكلت وهو يقصد أكل بالأمس، فمثل هذا جائز. لكن أن يسأل سؤالا فيقول لا وفي قلبه يقول نعم، هذا ليس بتعريض، هذا كذب، هذا كذب. التعريض أن يقول شيئا صحيحا لكنه يقصد أمرا لا يفهمه الذي أمامه، هذا هو التعريض.